السلام عليكم الاخوت. في كاري لينكس ديالنا كنا تعلمنا ناخذ سناب شوت باش نحافظوا على الملفات ديالنا ستيت ديال كاري لينكس ديالنا كامله، ولكن افتر وايل يعني من بعد مده كيتزاد ملف على ملف على ملف، يعني الهاردوير ديالي شحال قد يتحمل، يعني دوك سناب شوت خصهم يتجراو. مثلا ناخذ وحده مزيانه صافي، علاش لا ما نسيبريموش ديك اللي قبلها. المهم كاري لينكس ديالي دابا مطفيه، فهمتي؟ هاي مكتوب انا طفيه، نمشيو سناب شوتس، فهمتيني؟ دابا هادي الكورنت ستيت وهادي افتر اوايل. الكورنت ستيت هي ستيت اللي انا فيها وعجباني دابا، ولكن افتر اوايل انا بغيت نديرها ديليت. ديليت اوكي، مزيان وجيد جدا. دابا حنا بقينا غير في الكورنت ستيت، هادي الكورنت ستيت. هاد الكورنت ستيت ممكن ندير لها تشيك، فهمتيني؟ الاخرى كون بغيتها كان ممكن نرجع ليها، كان ممكن نسيليكسيونها وندير ريستور، فهمتي؟ انا ما بغيتش ندير ريستور كما قلت لكم، عجبتني هاد ستيت هادي غندير لها تشيك، فهمتيني؟ نسميها افتر تشينج، افتر تشينج ورقموها، فهمتيني؟ باش ما يتلفوش لنا الزمان. افتر تشينج مزيان، افتر تشينج هاي محفظة ناضية، ما كاينش دابا ريستور هادي، جرهم بحال بحال ونديرو دابا انا غادي نمشي نشوف واحد الملف مهم عندي نشوف باقي سيدي داونلود سكريبت ديال ال اس نشوف ها يعني داكشي ناضي، فهمتي؟ هذا الشيء اللي كاين الخوت، كنتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.